الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في آخر شيء عن السويل بروبرتيز. هسا المرة الماضية تعرفنا على العائلات اللي أساسية، خلينا نحكي بشكل عام جرافلي سويل، ساندي سويل، سلتي سويل، السلتي سويل، كليري سويل، وحكينا عن اللومي سويل. بلشنا نحكي عن عرفنا بيناتهم از السايز، وحكينا بيز على السبيسيفيكيشن او المواصف اللي نتعامل معها تكون في ريكويرمنتس مختلفين، او هذول الكريتيكال سيلز او السيلز اللي يفصلوا بين هذول العائلات. حكينا احنا كرود كونستراكشن ماتيريال، حنكمل مع الارش سبيسيفيكيشن. يا مين شو السيلز اللي احنا نتعامل فيهم؟ ها يس سيف نمبر 210 و40 210 و40 فنمبر 10 الريتيند عليه حيكون از جرافل، نمبر 200 الباس حيكون ايذر سيلت كلي، والساند حيكون على نمبر 40. هسه طيب، فبالتالي اذا ملاحظين هاي نقطه مهمه بدنا نبني عليها بعد شوي. هسه السيفز هذول قدروا يفصلوا لنا ايش؟ قدرنا نفصل الجرافل لحال، قدرنا نطلع الساند لحال، السلت وكلي ظلهم لحال صح مع بعض، وبالتالي السلت وكلي بيز على هذا الاناليسيس حيكون لحالهم اللي هم تعريفهم باس النمبر 200. طيب ولكن بيز على هاي نقدر احنا نصنف الجرافل والساند. عرفنا السايزز هذول. المره الماضيه حكينا عن البلاستيسيتي، واللي هي شو حكينا ذكرنا فيها مين؟ اي نور ذكرنا فيها البلاستيسيتي. ايش هي بلاستيسيتي كانت؟ ها الليث يس هو الديفورميشن اللي يصير في العينه او السامبل هاي او الصويل سامبل كان بي ديفورم وذاوت انه يصير فيها كراكينج اور فور. طيب مثال على ذلك زي ما شفتوا اللي هو عينه الصويل الكلي، ها لايك ذس وان، احنا قاعدين نغير الشيب تبعها بشكل سهل، هذا الشيب اللي هو تشيب او العين بصير ديفورميشن بسهوله. هذا اللي هو البلاستيسيتي، نقرا التعريف بتفصيل اكثر. هو البروبرتي للماتيريال of a soil that inherits undergo deformation without cracking or changing or it's changing its volume in the force applied او تغير في الحجم لما apply the force. قدر على ذلك عينة الكلي موجودة بالفيديو معاكم هون تحت. از احنا apply the force حتتغير الشيب او الفوليوم تبعها. طيب هسه حكينا عن الاتربيك ليميتس واللي هم ليكويد ليميت اكسيد. ممتاز. فكرتهم قلنا هذول حيقيسونا التشينج بالكونسستنسي تبعت الصوي او تغير حالات التغير بالتماسك تبعت الصوي. الصوره هاي تذكروها حكينا عن في فور ستيتس ابتداء باي السوليد سماي سوليد بلاستيك. هسه هاي الليمتس بتتغير بتغير اللي هو الاكس اكسس عفوا اللي هو هون حيكون الواتر كونتنت. هل هو هذا انكريز الواتر كونتنت اذا كنا ماشيين من اليسار لليمين؟ هسه الاتربيك ليمتس هم فعليا هذول الحدود الفاصله ما بين هاي الستيتس المختلفين. فحكينا الليكويد ليمت هو الحد ما بين حاله البلاستيك والليكويد، و حكينا عن بلاستيك ليميت هو ما بين السماي سوليد وبلاستيك. طيب الان ايش هم هذول الحالات الاربع؟ نركز على الشيء بيهمنا. اول شيء لما تكون السويل في هاي تتبع الليكويد حتكون السويل في اي حاله؟ حاله السائل لايك ذس وان. ها تخيلها زي هيك. طيب في المرحله هاي البلاستيك كان السويل تبعتنا فيه زي ايش؟ زي قبل شوي اللي في حالة البلاستيك. طيب هسه كأنه احنا كل ما ننتقل لليسار المتيرة عم بصير ايش؟ تنشف اكثر، فبصير دراير وبتصير خلينا نحكي كسوفت وهارد. هارد ممتاز. او خلينا نسميها ستيفر. ستيفر ايش هو الستيفنس؟ ريزيستنس لايش؟ الديفورميشن. فكانه بتصير عندها مقاومة اكثر للتغير في الشيب هذا او الديفورميشن. فبالتالي كل ما احنا نموف لليسار عم بيصير الماتيريال ستيفر، حتصير عندها ريزيستنس افضل للديفورميشن، والعكس لما نمشي لليمين. فبالتالي هنا لما نحكي الليكويد هي حاله سائل بسهوله ممكن تتغير الشيب تبعها.
البلاسيستي اللي هو الوضع اللي حكينا عنه قبل شوي عرفناه اللي هو تغير في الشيب حيصير بس بساطة هو الكراكنج. السوليد ستيت اللي بتكون الحالة الصلع. طيب واضحين؟ طيب هسا هذول الحالات الماتيريا اجين هاي السول هي نفسها. احنا لما ناخذها في الواقع في عندي لود في ريسبونس ولا لا؟ في عندنا انا حيصير عندها لود في ردة فعل لهاي الماتيريا. اللود اللي هو الستريس والسترين اللي هو حيكون ردة فعل هاي الماتيريا. هسا نفس السويل مثل ديفرنت ستيتس حيكون لها ردة فعل متشابهة ولا مختلفة؟ مختلفة. هسا نفس اللود انسوا للسويل نفس اللود انت عملته عم ابلايد على سوليد بارت لايك هاي الطاولة او على الليكويد ايش اللي حيصير فيه تشينج او ديفورميشن اكثر؟ الحالة طيب هسا لو تطلع هون على التأثر الستريس والسترين كاباسيتيز هسا هون في حالة السماي سوليد الحالة الثانية المتوسط اللي هي البلاستيك والحالة الثالثة الليكويد. السؤال كالتالي أياته فيهم شو معنات هاي الثلاث شارس نستفيد منهم؟ يس محمود؟ إنه كل مثلا السوليد بحتاج ستريس أعلى عشان يسوي الديفورميشن اللي مسويه الليكويد. ممتاز. كأنه يحكي لكم يقول لك هذا الماكسيموم ديفورميشن هذا اللي بدي عفوا هذا الديفورميشن اللي انترستد فيه. قديش الستريس حتى أصل هون؟ هذا بدك تصل لهاي من النقطة هون تحتاج ستريس أقل هون small amount of stress حتصل لنفس الديفورميشن. فكأنه مقاومة المادة إيش ما اللي بتصير أضعف أو خلينا نترجمها أفضل كأنه نحكي عن البيرينج لود كباسيتي لهاي الماتيريا إيش ما اللي بتصير أضعف. مو البيرينج لود كباسيتي إيش هو مقاومة للبرشر. فكأنه نحكي هاي حتحتاج مثلا المعتبر اليونتس 100 هاي حتحتاج 20 هاي حتحتاج 1-2 حتصل لنفس الحال. هسا فبالتالي نطلع لها كالتالي وضحت هاي النقطة؟ فبالتالي حالة المادة أثناء تطبيق اللود حينعكس على الديفورميشن اللي يصير فيها. يعني لو أنا طبقت اللي هو يونت اوف ستريس الفوان هون حيصير أياتها حتعمل ديفورميشن أكثر الليكويد صح؟ البلاستيك حتعمل نعم حتعمل بس حتكون أقل من هاي الحالة. طيب واضحة هاي المعلومات لحد هان؟ طيب الآن نرجع لتعريف هاي النقاط اللي احنا حكينا عنهم المرة الماضية وحكينا عن الليكويد ليميت وبلاستيك ليميت وشرينكج ليميت. طيب هسا خلينا نحكي عن البلاستيك ليميت شو تعريفها؟ ها؟ يس؟ صبايا هناك؟ ها؟ شو تعريف البلاستيك ليميت؟ يس؟ يس؟ أي واحدة فيك؟ هي الواتر كونتاكت اللي بتاخدها السويل عشان تتحول من السويل للبلاستيك. هسا هاي تغيرة الحالات لهم علاقة بالواتر كونتاكت اللي هو المحتوى المائي تبع السويل. فبالتالي نفس السويل الموجودة معي نفس العينة هاي الحالة هون إذا كانت المحتوى المائي لها زيرو وبالتالي هون كل ما بيزيد الواتر كونتاكت حتنتقل من حالة لحالة. منترجم هذا الانتقال يا شباب لبيرفورمانس لما انا تنتقل من السوليد الليكويد عم ينتقل ايش ماله البيرفورمانس تبعها او الاستيفنس تبعت هاي الماتيريال وهذا اللي بيهمنا احنا اخر ايش. فكانه البلاستيك ليميت هو عباره عن ايش شو اللي انتم هو الووتر كونتاكت اللي حتنتقل الماده من مرحله سماي سوليد للبلاستيك اللي عرفتوا ليها قبل شوي والليكويد ليميت البلاستيك ليميت. فبالتالي كانه السويل هاي اول شيء ناخذ تعريف هاي معلش خلينا نحاول نفهم هاي الارقام. لو حكينا هاي اساس 5 وهاي اوكي هاي 20 او خلينا ناخذ هذا هاي 15 خلينا ناخذ هون هاي 15 وهاي 29 بيرسنت. فبالتالي العينة السويل هاي الموجودة معكم بالفيديو قبل شوي حتى تصل لهاي الحالة قديش بيكون الواتر كونتنت أكثر من 19 ولا الحالة اللي قبل شوي اللي كان زي الكلي 15 فبالتالي كأنه هذا أجل هذا المحتوى المائي هو كمية المي إذا وصلت للسويل اللي موجودة معانا حتنتقل في هذا البيهيفير. هسا كسولي تصوركم على الطريق السويل هي طبقة السبجريد
صح؟ كأنه بحكي إذا هاي الصاب جريد بهذا النوع اللي قاعدين نحكي فيه إذا وصل للواتر كونتنت أو المحتوى المائي فيها لهذا الرينج 15 حتصير بهيب أز البلاستيك اللي شفتوه قبل شوي، وإذا وصل ل 29 زي واضحة؟ طيب واضحة هاي؟ طيب الآن نرجع نعرفهم أحسن. هون نجاوب على هاي الأسئلة، أتوقع إحنا جاوبنا عليهم المرة الماضية. الليكويد ليميت أوف 29 ها شو معناته؟ يس يس الصويل عفواً؟ الصويل السويلين. طيب الآن حتى نجاوب على نقطة فيصل، عندك two soils واحدة لها 29% واحدة 10% liquid limit، شو معناتهم هذول؟ ها؟ الأولى بتحتاج كمية أكبر من الواتر كونتنت عشان يصير في توصل الليكويد، الثانية أقل. طيب ممتاز نسمع كويس. الأولى تأخذ مي أكثر لما تتحول للليكويد. ندمج المعلومات مع بعض. تحتاج تأخذ أكثر. هسا شو اللي يعني؟ بالضبط. إيش يعني التوتر هاي؟ هي في هسا إذا تذكروا عينة الصول هي عبارة عن السوليد بارت وفي إيش كمان؟ الفويدز ولا لا؟ في اللي هم الفراغات ما بيناتهم. المي وين حنا منضيف حتيجي ما بين هذول الفراغات ولا لا؟ طيب. فبالتالي لما أضيف 1% 2% 10% هاي 10% كافية لتنتقل من هون لهنا. الليكويد ليميت او 29% احتاجت كمية اكثر حتى ايش مالها؟ توصل لنفس الحال. هاي الكمية حتكون وين مخزنة؟ داخل السويل نفسها. الان هذا ينقلنا الووتر من نربطها مع موضوع الشرينكج والسويلين. الووتر هذا موجود في الفراغات ما بين الحبات الاجري، فاذا كان هاي الفراغات فالووتر بيناتهم حيكون هسا على نرجع على تغير على طول الموسم طول السنة. عندنا مواسم أربعة، يعني مرات تزداد الحرارة ما قل الحرارة. نتيجة ذلك المثيل اللي حيصير لها في حالتنا الووتر شو حيصير له؟ سماش الووتر بارت عفوا سولينج شرينج. هسا لو نزلت درجة الحرارة المي حتتجمد ولا لا؟ فريز. لما حيزداد ايش ماله؟ الحجم تبعها حصير الدز البارتي اللي احنا زي ما شفناه المره الماضيه اللي هو هذا اذا بتتذكروا لايك ذس وان. هذا الكلام وين لما في درجه الحراره البارده هذا ينطبق هون؟ لا هون لا هذا شيء ثاني. هون الفراغات نفسهم عم يمتلوا بالووتر. الووتر ايش هو؟ عم يجز حبات الاجري او حبات الصويل عم ياخذ هذا الحيز فبتنتبه الحبه هذا نسميه سويلينج. سويلينج انه الفراغات تمتص المي فتزداد حجم العين. الحاله الثانيه اللي هو نسميه الفيزان ثو سايكلينج انه المي الموجوده هون داخل حباتها لما تنزل درجه الحراره حتتجمد بالتالي برضه wetting the soils causes them to expand. طيب sandy loam actually معناته هون نبدأ على خلينا نبني قاعده مهمه نستخدمها بعدين. اياته اللي انا بفضلها او اياته الافضل من ناحيه الشرينكج والسويلنج. الان طبعا عارفين شو يعني الشرينكج والسويلنج بالنسبه لنا كبيمنت سيستم؟ شو حيعمل؟ حيدز كل السيستم لفوق. طيب معناته هذا بنيا؟ ممتاز ممتاز. معناته هسه بالنسبة لنا الصويل هاي ليكويد ليميت ولا لو ليكويد ليميت افضل؟ هاي ليش هاي؟ ليه نسمنه؟ يس مش لانه اذا كان بده ووتر اكثر عشان نربط المعلومات مع بعض. بده ووتر اكثر ايش ماله؟ عشان يحول الليكويد. ممتاز. الووتر اكثر هذا شو معناته؟ شو يقدر يخزن ايش؟ ووتر اكثر صح؟ فبالتالي يصير فيه سويلنج اكثر، فهو في بوتنشل اكثر يصير هنا. فبالتالي اسمحوا فبالتالي اللي احنا بدنا اياها كل ما بتكون اللور ليميت او اللور ليكويد ليميت حتكون افضل بالنسبه لها وحتكون لها بوتنشل اقل حتى يصير فيها شرينك جسم اللي جسم محمود. على فرض طب اذا كان مثلا 10% 29 في نفس المكان هسه مش ال 10% بحتاج مي ووتر كونتنت اقل. طب نفرض انه صار في تسريب وصار جاء ال 10% ايش راح يصير بالحاله السائله؟ شو هيك بكون مضر عليه اكثر من 29؟ طيب هسا هذا الكلام سؤال زميلكم انه يقول لك اذا كانت الليكويد ليميت ما بين ال 10 و 29% اذا كانت ال 10% بيحكي لك انه عند محتوى مي اقل حينتقل من هاي الحاله لهاي الحاله. هسا بدك تطلع لها من اكثر من نظره. هسا
بدك ترجع اول شيء لهون، ايش هي البلاستيك ليمت تبعد هسه نحكي عنها. هسه بالنسبه للسويلينج والاكسبانشن، اللي هو شو يعني سويلينج اكسبانشن؟ اللي هو بس ابسورب مي حيصير له في انتفاخ، وضحت؟ هاي ليكويد ليمت اكثر، معناته عم بيصير فيه يقدر يمتص ميه اكثر، فبالتالي حيكون فيه بوتنشل للسويلينج نفسه، نسيج ايش؟ الابسوربشن اللي قاعد يصير. هسه اكيد اذا انتقل الليكويد لهذيك الحاله، اذا انتقل هذا الحال لحاله، احنا عم نخسر ايش؟ كل الاستريس بالضبط. هاي انا متفق معك فيها، بس هون نحكي فيها انه ايات اللي فيه خلينا نحكي رغبه اكثر ليصير فيه السويلينج، اكيد اللي فيه ووتر كونتنت اكثر، طيب، او ليكويد ليمت اكثر. طيب الان البلاستيك ليمت هي الحاله اللي بتنقل ما بين السماي سوليد والبلاستيك، والبلاستيك اللي هو او الاستيستي او بلاستيك ستيت، اللي هو كنا حكينا الماتيريال حيصير فيها ديفورميشن بشكل سهول سهل. هسه هل هذا الديفورميشن بنفرق بين شغلتين؟ في عنا حكينا عن البيرمننت ديفورميشن اللي هو التشوه الدائم، مثال عليه اللي هو اللي انتم شفتوه المره الماضيه. هسه في عنا التشوه اللي هو خلينا نحكي ريكفربل ديفورميشن، اللي هو العينه او اي شيء احنا بعد ما احنا ابلايد اللود افتر ريموف اللود هيرجع الاورجنال شيب، مثال عليه زنبر ابلاي دلود حيصير ديفورميشن، زي حلود حيرجع. طيب هسه داخل مرحله البلاستيك ديفورميشن الكلام عم نحكي عن بيرمننت ديفورميشن، التشوه اللي قاعد يصير حيظل ثابت. طيب الان لما نحكي بلاستيك ليمت يا محمود ما بين لو هاي قديش هاي 15، هاي 15 وهاي 20، اربط لها هاي المعلومات. هسه هون 15 و20 مين الافضل فيهم؟ ها 15 ولا 20 ايات الافضل الان؟ 15. ها ليش 15 وليش 20؟ 15 عشان بيكون انه عشان يتشكل على شكل جديد اصعب لما يقل البلاستيك بمات، 15 عشان نسوي سويلينج 15 لانه انا ما بدي يصير عندي بيرمننت ديفورميشن، فبدي ووتر كونتنت اقل. هسه بتعرف شغله الووتر كونتنت مش احنا نتحكم فيه، هسه اثناء الكونستراكشن احنا نتحكم فيه بس ممكن تتغير على طول السنه، وضحت؟ اذا كان فيها ووتر تيبل مثلا قريب من الطريق، وضحت؟ يس يا نور اتوقع 20 هسه هون العكس بينها وبين الليكويد ليمت. الليكويد ليمت كنا بدنا اللو اللي هي مثلا الاقل، البلاستيك اللي بدنا الاعلى. يس 20 طيب هسه كانه ال20 فيها مجال اكثر بالنسبه لل15 حتى تنتقل من هون لهون، ايات الاسئله حتى تنتقل من هاي لهاي 15، فبالتالي ال20 احسن. هسه نربط بيناتهم بطريقه افضل او اللي تهمنا كالتالي. الان اللي هو النوع الثالث او الانديكاتور الثالث اللي هو البي اي. البي اي ايش هو هذا؟ ايش الفرق ما بين الاثنين؟ هسه البي اي كانه يعطيني دلاله عن ايش؟ مدى الووتر كونتنت اللي هو الماتيريال تبعتي او السويل حتكون في ايش؟ في البلاستيك بيهيفير بشكل اساسي. فكانه لما هذا البي اي انا حنتقل اللي هو قديش المدى الماتيريال حيصير فيها ديفورميشن، ولكن هذا ايش ماله بيرمن حيكون ثابت، فهو كان في مرحله اللي هو البلاستيك بيهيفير. طيب انا هون اخذتهم اوكي اوكي هذا احنا شفناه. طيب خلينا نلخص هذا الكلام الموجود معكم في سلايدات. ها اول شيء كبلاستيك بيهيفير في عندنا نان بلاستيك وبلاستيك سويل. ايش النان بلاستيك؟ انه ايش هون؟ سويلز ذات دو نوت اكزيبت اني بلاستيك بيهيفير، يعني هاي الفيز تبعت البلاستيك بيهيفير مش موجوده فيها. وضحت؟ حيكون بيها درينج مش حتكون وصل لحاله الليكويد. طيب هسه شو معنات هاي؟ They do not change shape and deform when moisture content changes. يعني شو ما غيرت الووتر كونتنت فيها مش راح يتغير
الشيب تبعها او مش حتتقبل اللي هو تصير فيها ديفورميشن. طيب البلاستيك سويل اللي احنا حكينا عنهم سويل ذات اكزيبت بلاستيك بيهيفير اللي كان ديفورم وثاوت بريكنج اللي هو فقط تغيير الموستشر كونتنت. طيب هسه البلاستيك سويل وي هاف خلينا نحكي ديفرنت ليفلز اوف بلاستيسيتي عند اللو بلاستيك اور الهاي بلاستيك سويل. اللو بلاستيسيتي او اللو بلاستيك سويل سويل كان بي مولدد سلايتلي يعني ممكن نغيرهم. هسه هون رح نقسمهم بسهوله تشكيلهم، في شيء سهل جدا وفي شيء صعب في شيء متوسط. هسه اللو بلاستيسيتي انه في اوكي هي حتتغير بتغير الووتر كونتنت ولكن التغير حيكون قليل نسبيا. فذيس از اللو او لو بلاستيسيتي. الهاي بلاستيسيتي سويل ذات كان بي ايزلي مولدد اند ويل ريتين تو ذا نيو شيب، حتحافظ بشكل كامل على الشكل الاساسي. مثال عليهم اللي هو الكليلي سويل. طيب هسه اللو بلاستيسيتي عاده حيكون فيها لو فاليوز من الليكويد ليميت وبلاستيك ليميت وهذا كدلاله عليهم which is اللي هي تقريبا السلتي سويل. الهاي بلاستيسيتي حتكون هاي ديفرنس ما بين الليكويد ليميت وبلاستيك ليميت اللي يكون فيهم رينج اكبر بين هاي التو بروبرتيز. طيب الان خلينا ناخذ بس نلخص هاي البروبرتيز للانواع السويلز اللي احنا موجوده معانا. تذكروا احنا اخذنا العائلات الاساسيه روكفيل جرافلي سويل ساندي سويل وهكذا. هسه الروكفيل تذكر روكفيل شو تعريفه كان؟ هم الروكس اللي لهم حجم اكبر من 75. طيب هسه لما نحكي نان بلاستيك هذول الحجار الكبار هون شو مالك الووتر كونتنت فرق فيه؟ هذا بالضبط هذول حطينا ووتر كونتنت 1% 2% 3% والنت افكت اللي هو ايش؟ الشيب الفولي او او البي ديفورم او التغير المولدنج تبعها. وضحت؟ طيب هذا اللي هو نان بلاستيك. ف اتس نان بلاستيك. الجرافلي سويل اللي هو شو كان تعريفهم؟ تذكروا؟ اكبر من 10. اتس نان بلاستيك. اجين هم فيهم حبيبات كبار. الساندي سويل اتس لو بلاستيك. شو يعني لو بلاستيك؟ اجين هي حتصير فيها تغير بس مش هالتغير الاساسي اللي احنا حكينا عنه. السلتي سويل اتس لو تو مودريت بلاستيسيتي و الكليلي سويل هاف الهاي بلاستيسيتي. فبالتالي لما نحكي هاي بلاستيسيتي دائما حيكون في دلاله على انه في عندنا كليلي سويل. لو نحكي عن الساند لو تو مودريت نحكي عن السلتي سويل. هسه اذا بتلاحظوا هون البي اي شو حكينا؟ شو معناته اللي هو المدى بالضبط. فبالتالي اذا تلاحظوا الساندي سويل اللي لها لو بلاستيسيتي حيصير فيها مولد قليل البي اي قليل. السيلتي سويل قليل ما بين 4 ل 10. السكلي سويل 10 فما ابر. هسه فبالتالي احد الادوات اللي بدنا نحتاجها بعد شوي هسه قبل ما نمر واضح هاي؟ واضح؟ اي سؤال؟ طيب هسه نربط يعني هذا بنمل عليه كل شيء. كم لاحظين هون بناء على البي اي بقدر افصل ما بين انواع السويلز ولا لا؟ نقدر نستخرج معلومات مثلا نقدر نقول والله الجرافلي والروك فول اتس نان بلاستيك يعني البي اي تشينج الووتر كونتنت شو راح يفت اللي هم بيرفورمنس تبعهم. تخيل دائما الحجاره الكبار. الساند اتس لو بلاستيك نو بي اي. السلت من 4 ل 10 تقريبا في هذا الرينج. نقدر نختار ال 10 اس لحد الفاصل فبالتالي كان نقول اقل من 10. الكلي هاي من بي اي. فبالتالي كل ما تكون عند البلاستيك بلاستيسيتي اندكس عالي جدا معناته انه هاي السويل ايش ماله؟ بلاستيك اتس بلاستيك وهو نحكي عن كلي سويل. وضحت؟ طيب لومي سويل اجين هو اتس ميكس بيناتهم حتكون. الان بناء على هذا الكلام عرفنا الليكويد ليميت والاسيست اندكس وعرفنا او اسقطنا معناهم از ا بيرفورمانس. الايز اوف فوليوم تشينج اياته حيكون اسهل بتغيير الفوليوم مع الووتر كونتر الكلي. فبالتالي اكيد الروك فيل حتكون اسواهم او اقلهم فيري لو والكليلي حتكون فيري هاي والباقي بيناتهم حيكون.
بيز على الليكويد ليميت وبلاستيسيتي اندكس اللي حكينا عنه. طيب الدرينج اللي هو الابيليتي اوف سويل تو ريموف الووتر. الليكويد ليميت شو حكينا؟ كل ما بيزيد كان السويل ايش مالها يا محمود؟ تخزن مي اكثر. ها طيب الروك فول حيكون اكسلنت، حيعمل سارع على تصريف المياه، والعكس ما بين الكليلي سويل فيري بور، ليكويد ليميت عاليه جدا، فبالتالي حتخزن مي في داخل هاي البارتكلز. الان كملخص سريع لهم، كسويل جروبز، كلودنج بيرنج كاباسيتي افضلهم الروكفيل واسواهم الكليلي سويل. البلاستيسيتي نون بلاستيك لا هاي بلاستيك. ايز اوف فوليوم تشينج من فيري لو لا فيري هاي. الدرينج والفروست اوكي الفروست او فريز اند فلو سايكلينج اللي هو هذا حيصير كالتالي، انه المي الموجوده اجين احنا نحكي عن سب جريد، هذا في اسفل الطبقات، درجه الحراره في الشتاء ممكن تكون تنزل لتحت تحت الصفر، وبالتالي الووتر ايش راح يتجمد، نتيجه التجمد حيصير له اكسبانشن، فبالتالي يدمج او يعمل الدمج هذا في الطريق. هذه هي الفروست سسبتيبيليتي. فبالتالي الروكس اكشلي ايش مالها؟ فيها مي اصلا؟ هي الدرينج فيها عالي، اذا تربط الدرينج هون مع الفروست سسبتيبيليتي. ما هو الدرينج هون اكسلنت، الدرينج ايش ماله؟ بصرف المي بشكل ممتاز. العكس مع الكلي اللي اكشلي ريتين ووتر او حتحتفظ في الووتر، فحتكون فيها سسبتيبيليتي للفروستنج اكثر. طيب الان اي سؤال لحد هون؟ ها واضح؟ اي سؤال؟ طيب الان هاي السويل هاي البروبرتيز الاصل فيهم انها تساعدني ان افهم هاي الكوره. هاي البروبرتيز حتساعدني افهم هاي السويل للمكان اللي انا بدي استخدمه فيه اللي هو از السب جريد اور السب بيز. نربط المعلومات، السب جريد اللي هي الطبقه الاساس اللي حنعمل عليها الطريق، والسب بيز اللي ممكن فوقيهم بشكل اساسي نستخدمهم از السب جريد. هسه عندك الخيارات هاي العائلات، عندك جرابل سيلت كلي وسان ولا لا؟ طيب الان ايات حتكون افضل للسب جريد؟ ايات ممكن تعمل لي مشاكل، ايات فهمت الان؟ احنا اول شيء عملنا كاركترايزيشن لهم، هذول فهمناهم ليكويد ليميت الاسيست اندكس وسيب اناليسيس، عكسناهم از بيرفورمنس كريتيريا. هسه نشوف ايات الافضل هون، نفكر مع بعض. ها هون هاي هذول الصور الثلاث هما من ثلاث مواقع. هسه ما في شيء تبي يجي على الشارع. طيب هسه الاصل في اللايرز هذول احد استخدامات البيز والسبيز اللودنج سبورت انسوني اياه، هذا واحد. اثنين شيء يسميه الدرينج، الدرينج انه تصريف للمي. هسه هاي الحاله واحد المي مصرف كامل هون. اثنين اجين هاي اللي احنا كنا حفرنا في الشارع تمام. هون ايش مي؟ هون نص هون اياته الاحسن صرف المي. مين حتختار من الطبقات هذولات؟ ساند جرافل ساند الكلي انت. ليش؟ لانه هذا حيحافظ على الووتر. السبب انه عن طريق الليكويد ليميت عرفناها صح؟ نربط المعلومات. هذا الووتر وجوده داخل السيستم حيعمل لنا مشاكل سواء لكل الطبقات اللي حكينا عنها. طيب هون هذا اللي شايفينه بالشارع هاي وهذا لا اوصفوا لي اياه اول شيء ان بيل تمام. هذا اللي صاير فيه شو هو هذا؟ ديفورميشن صح؟ هاي مش هذا اللي هو المكان تبع السيارات ولا لا؟ ها هاي هون ولا لا؟ شو سمينا هذا؟ راتنج تمام. الراتنج اللي هو البيرمننت ديفورميشن صح؟ طيب هسه هون زي ما انتم شايفين هذا اسرع ما تمشي السياره من هون، او خلينا نحكي هذا المنطقه اللي هون في البدايه. هاي فعليا كان سياره مرت قبل هيك ابلايد لود ومشت، هل رجعت الاوريجينال شيب؟ لا. هذا اللي هو البيرمننت ديفورميشن، هذا اللي نحكي عنه البلاستيك بيهيفير ولا لا؟ طيب الان هذا ممتاز؟ لا. وش سويل يمكن تسرع على هذا النوع؟ الكليلي سويل صح؟ وافضلهم حيكون الجرافل. ليش؟ بس بتربطوا لي في المعلومات اللي حكينا عنها في البدايه الليكويد ليميت بلاستيس اندكس. فالكلي اتس هاز هاي بي اي. هذا الهاي بي اي معناته انه هاي مثلا ووتر كونتنت عالي حتضل تشتغل مثل البلاستيك بيهيفير اللي قاعدين نحكي عنه. تمام؟
قبل ما اكمل رابطين المعلومات مع بعض الشباب صبايا. طيب الان هون هاي هذا السلوك هذا ترافيك لود العدد بيمشي بيظهر على الطبقات تذكر ستريس ديستريبيوشن عم تنزل وهكذا شو لاحظ هنا اخر شيء وين الديفورميشن عم بيصير تحت كل لحظه. طيب الان هسه بنحكي عن اللودينج سبورت يشيل هذا اللود ويش ون من الانواع افضلهم الروكفيل صح تحتي الجرافل الكلي ايش امره اسوأ هسه بناء على المعلومات هاي اي خطا انت بتعمله احنا شوف حقدر ندور على المواد المناسبه بالعكس فاذا انت اخترت كلي هو حيكون اسرع وهذا بوتنشل فيه هاي المشكله مضحك لانه اللود كاباسيتي له اقل مقارنه باي الجرافل او الروكفيل. هسه الروكفيل احنا نستعمله للطمم للامانه وحنحكي عنه ان شاء الله بعدين لما تكون عندنا تذكروا الكاتن فيل سكشنز للفيل سكشن حنستخدم الروكفيل على بعد كبير جدا ولكن الكلام على السب جريد 20 سم هو جرافل فما دون اللي هو الاجريجيت السويل صح. فبالتالي هذا اللي قاعدين نحكي عنه. طيب هذا الفيديو اللي تتذكروه حكينا عنه عالية فبالتالي حصير سويلينج وشرينكج فبالتالي من افضلهم جراب هون في حالة السان. طيب الفروس سنسيتيبيليتي الفروس سنسيتيبيليتي لايك ذس وان في الوينتر لما درجة الحرارة جيل تنزل الووتر اللي مخزنيته هاي الصويد حيتجمد فبالتالي نفس المبدا السويد فبالتالي حيكون افضلهم اكيد اللي هو الجراب واسواهم حيكون صويد. هون محمود هذا جاوب على سؤالك هاي شو اللي صار في هذا الطريق؟ ها هذا الطريق اللي شايفينه شو اللي صاير هون؟ تحول الليكويد هذا الليكويد في حاله هذيك الحاله الليكويد ليمت لما احنا جوزناه خلاص شو اللي صار ايش هو؟ اللاند سلايد هذا اللي احنا شفناه تحد؟ هذا الشارع التربه اللي هي القاعده اللي هون بالضبط فبالتالي بور الدرينيج ما حماش الصب جريد بشكل اساسي فبالتالي دخلت المي اللي هو الحاله الاولى فصار اللاند سلايد هذا الموجود. طيب نعم هل اوكي تمام هسه السؤال انك اذا كان ليكويد ليميت هيك ال 20 كان على 20 هو بس بده 20% وتر كونتنت عشان ينهار يصل الحاله هذه بالضبط هسه اذا تطلع ايش المشكله اللي انت بدك اياها شوف اذا بدك تطلع 20 كيجي سويلنج مين راح يخزن مي اكثر؟ 30 صح؟ بغض النظر انه حيخزن يعني فيه قدره يخزن مي اكثر. هذا حيوصل الحاله السائله بطرق اسهل. يعني حسب المشكله اللي تطلع هل هي اللاند سلايد ولا الدرينج. الافضل منهم من الاثنين اللي هو مثل الجرانيولا صح؟ هذا مش راح يتاثر بتغير مش راح يصير في اي تشينج بهاي الحاله. هسه احد العيوب هون ان احنا مش عاملين الدرينج الجيد لهاي الصور. طيب الان بناء على اللي احنا هاي اللي تعلمناه السويل كملخص الان كم صب جريد شو توصياتكم؟ شو بدنا نستخدم؟ الجرافيت بعدين سان سيل والكلي صح؟ طيب خلينا هسه نشوف هسه خلينا من هاي المعلومات مع بعض حكيتوا لي جرافل سان سيل والكلي عرفنا ليش علميا او بناء على ادائهم ليش احنا هذول رتبناهم ولا لا؟ طيب هسه في زملاء لكم وانا بحكي لك الكلي بدناش نستعملها ليش؟ انا كلها شايفين كل العيوب جاي مع لودنج كاباسيتي اقل ما يمكن درينج سيئه جدا ك بوتنشال سويلنج شرينكج عالي
بروسس فيتيبيليتي عالي. فبالتالي هاي الكلي وين ما حطيتها وما استخدمتها حتكون تعمل لها مشاكل. فبناء على ذلك قررنا انه قلنا ايش بدنا نستبعد هاي الكلي للسوائل. شو كمان معلومات ثانيه كدرينج كتصريف افضلهم كلون الكبس اللي حكينا الان هذا اللي قاعدين تحكوا فيه لابد احنا نعكسه هذا ستاندر او سبيسيفيكيشن. فبالتالي كالتالي الان طيب نرجع شوي للخطوه اللي ورا ساند جرافل كلي على اساس انتوا حكيتوا لي هاي المعلومات انه صنفتوهم من جيد لسيء او من ممتاز لسيء ليكويد ليمت لسستيندكس حجم الحبيبات حجم الحبيبات ولا لا؟ ايوه فهذول الادوات اللي انتوا استخدمتوهم حتى تفهموا هاي السويل وحساس انه ايش نقدر نختار فيهم هسه. طب كيف انا بدي اعرف هسه لو انا كان عندي اللومي سويل او الميكس سويل بالتالي لابد ان اعرف هاي الخصائص تبعت المادة حتى احكم هل هي رايحة باتجاه الساند والاتجاه السلت والاتجاه الكلي حتى استبعدها. فبالتالي الان نعمل انهم هذول الادوات نسقطهم يعني كالتالي البي اي مش حكينا كل ما بيزيد الماتيريال بتروح باتجاه البلاستيك والنوع حيكون باتجاه الكلي صح؟ فكأنه لو حكينا السويل هاي البي اي لها 60 هتعرف انه الفاينز هون كلهم اغلبهم كلي ولا لا؟ طيب حكيت لك اثنين ساند صح وحكيت لك نانو بلاستيك جرب فكأنك صرت تعرف ايش ليميتس بيناتهم ولا لا؟ وهذا اللي احنا بدنا نعرفه نعمله الان. هذا الليميتس هذول احنا نظبطهم هيك في نظام نسميه اللي هو السويل كلاسيفيكيشن سيستم. فكرته انه اللي انتم عملتوه بدنا نصنف السويل بيز على السيتوبيليتي ان احنا كيف نقدر نستخدمها ل از سبجريد از رود كونستراكشن ماتيريال هل هي ممتازه ولا سيئه. هسه فعليا انا ما بيهمني هل هي كلي ولا سول عفوا كلي ولا سلت قد ما بيهمني كثير انه هل هي هاب ويل بي هاب از ا جود ولا بور از ا سبجريد يعني هل هي حتكون في بوتنشال للسولينج والشرنكج ولا لا. هذا اللي بيهمني از ا سبجريد او حيكون فيها درينج ولا لا منيح. هسه السويل كلاسيفيكيشن فعليا هذا احنا بس نوحد عمليه تصنيف التربه. يعني مثلا محمد يحكي لك انا بدي اعتبر البي اي هي كلي كانت رينج بعد العشرة بينما خالد بيقول لك انا بدي اعتبرها بعد العشرين. الاثنين كان هم صح. نحن نحكي عن هاي بي اي نحكي عن الكلي بس ايات هسه حتى نوحدهم فبدنا نحدد هذول اللي متوافق فكره اللي هو السويل كلاسيفيكيشن. اجينا الفكره احنا نعمل الماتيريال سيليكشن نستخدم في الدرينج ديزاين نعتاده في التكنس اوف لايرز هاي حنحكي عنها بعدين. طيب التكنس اوف لايرز كالتالي تخيل انت عندك طريقين او تو سويلز واحد روح كله الثاني هذاك الكلي مين اللي حيكون اضعف اكيد الكلي فبالتالي حنحتاج سمكات اكبر حتى نقدر نصنع نحمي هذا السيستم. اللي انتم عرفتوهم السيستم زي اليونيفايد سويل كلاسيفيكيشن. هسه اليونيفايد سويل كلاسيفيكيشن بيصنف السويل بيز على التايب بروح بيصنف لي this is a gravel this is sand this is silt this is clay. هسه هون هذا ما بيخدمنا از الاشي اللي احنا بدنا اياه از بيمنت انجينير هل هي هاي مناسب للطريق ولا لا. فالان احنا لا فعملنا اللي هو الاشتو سويل كلاسيفيكيشن واللي فكرته ان احنا حنصنف السويل از سيتابيليتي از سب جريد ماتيريال. طيب اليونيفايد سويل كلاسيفيكيشن انتم اخذتوه هذا بس انا حابب اذكر لكم فكان قسمناهم للكوس جرين والفاين جرين الكوس لجراد وسان ست كلي ست كلي وانتو ديفرنس مثل ليكويد ليمت. اذا بتلاحظوا هون تو جروبز هون سيلت كلي لما تكون ليكويد ليمت ليس ذان 50 هون 50 اور مور كانه هون الفصل ما بين الهاي ليكويد ليكويد ليميت ايش هو ال50 مثلا هون اذا بتطلع ما بين الانذر بارامتر اللي هون كان البي اي اذا كانت بي اي اكبر من 7 اور بي اي اكبر من 4 هذول الليميتس حتى يصنف بيناتهم. هسه على نفس هذا المبدا اوكي هذول نفسهم على نفس المبدا هذا اجينا احنا عملنا الاشت نفس التوز اللي احنا استخدمناه باليونيفايد مع تغيير على الليمتس هذول اللي احنا بنستعملهم. هسه الليمتس هذول بنحكي عنهم
هسه باليونيفاي شو استعملنا الادوات اللي هم سيب اناليسيس صح ولا تربنا. هسه الفرق بيناتهم حتى نصنفهم هذا الفرق يعني بتتذكر نطلع هون اوكي هون ما بين الكورس والفاين جريند شو السيب اللي فصل بيناتهم 200. هسه لابد ان احط رقم عشان افصل عليه او ليميت اللي هو الحد الفاصل. فاذا كانت اقل من 50 حتكون ريتيد اقل من 50 حتكون كورس. اذا كان 50% باسنج حتكون فاين اقل حتكون كورس. فكانه السيب الفاصل اللي هو نمبر 200 والليمت 50. طيب ما بين الجرابل والساند هون شو اللي فصل بيناتهم؟ سيب نمبر 4 والليمت 50%. 50% فما دون حتكون جرابل اعلى حتكون ساند. فكان سيب الفاصل نمبر 4 والليمت 50%. هسه الاش تستخدم نفس الارقام او نفس التولز مع تغييرات عليهم سيب اناليسيس، بس اخترنا مجموعة من السيبز المختلفين. اخترنا اذا تذكروا بالكلاسيفيكيشن حكينا عنه 210 40. فكان 10 يفصل ما بين السان والجرابل اللي هو على 2 ملم صح، ونمبر 200 يفصل ما بين الكورس والفايل او ما بين السان والجرابل مع جماعه الست كليك. فغيرنا السيب وغيرنا الليمتس عليهم. حنغير الليمتس حنحكي عنه بعد شوي. هون نفس الشيء الليكويد اللي حكينا عنها وينها هاي اوكي هي ليكويد ليميت حكى لك هاي الفئة الأولى وهاي الفئة الثانية. هون الليكويد ليميت أقل من 50، هون ليكويد ليميت أكبر من 50 صح؟ هذا نحكي عنه. هسا شوف هون خلينا نفهم شوي شو اللي خلينا نحكي ليميتيشن لهذا السيستم. أقل من 50 أكبر من 50. هسا احنا متفقين إن الليكويد ليميت بتأثر على البرفورمانس تبع الماتيريال السب جريد صح؟ كل ما بتزيد حتحتفظ ووتر أكثر. هسا ما بين هذول الثنتين هو صحيح فصل لي اياهم تو جروبس، بس ما حكى لي مين الاحسن فيهم. هاي اقل من 50 بس ستيل از ايش مال الليكويد ليميت لها عالي. فبالتالي انا ما استفدتش من هون اي طبيعيات اختار هاي ولا هاي. مين الاحسن هي؟ هاي 6 كلي وهاي 6 كلي. وضحت؟ فالسيستم هسا كمخرج مخرج هذا السيستم شو يحكي لك؟ انه هاي النوع مثلا اوكي ذيس از سيلت ذيس از فات كلي او هاي مثلا هاي اوكي هاي الاستيك سيلت ويتش وان الاحسن؟ مش قادرين نعرف حتى احنا نقدر نعمل الاناليسيس هذا. فهي فكره الاشتو. الاشتو حكى لك لا احنا بدنا نرجع نصنف التربه لمجموعه من لعده مجموعات اعتمادا على هاو اتس ويل بيرفورم از ا سبجري. طيب الان هذا الاشتو صنفهم كاساس لتو مين جروبس جرانيولر وسيلتكلي. الجرانيولر او الكورس جرين هم يحتوي على اللارج بارتيكلز والسلتكلي يحتوي على كميه كبيره من الفاينز. الفرق بيناتهم هون الاثنين تتذكر شو هو كم؟ جماعه اللاب جرانيولر سلتكلي استخدمنا سيف نمبر 200 وكانت الباسنج 35%. إذا كانت الباسنج على هاي عين في الصول أقل من 35% نحكي عن جرانيولر أكثر سلتك. وكلمة باسنج هذا السيف شو يعني؟ إنه حجم الحبيبات أصغر من نمبر 200 اللي هو الـ 0.075 صح؟ طيب الآن هذا السويل كلاسيفيكيشن قسمناهم ل من A1 ل A7 A1 2 3 4 5 لحد A7. هسه عملنا سب جروبز داخل بعض هاي الجروبز. فمثلا عندنا A1 عندنا تحتيها A1A A1B عندنا A2 تحتيها يجي A2 4 5 6 7 A3 4 5 6 7 و7 اخر شيء فيهم بيناتهم. طيب الان كشكل عام للتصنيف الـ A1 هي أحسنهم as a subgrade، أحسنهم حتى إحنا نقدر نستخدمها لك subgrade material. A7 هم أسوأهم، فبالتالي كل ما بيزيد هذا الرقم كده بنروح باتجاه الأسوأ. طيب الآن
A1 أفضلهم، A7 أسوأ. هسا شوف بدل ما أحكي لك هسا A6 عفوا بحكي لك this is a clay or silt، بس بحكي لك لا ال A4 it's has a good أو خلينا نحكي fair performance as a subgrade، A7 is a poor performance as a subgrade. غير تصنيفنا بحيث الإشي اللي بهمنا إحنا بغض النظر عن نوع السويل إيش هي هاي، صار بهمنا إيش هو كيف أدائها كطبقة في الطريق. الآن إيش هم هذول الأنواع؟ الفرق بيناتهم هم كالتالي، اعتمادا على السيف أناليسز وعلى ليكويد ليميت بالاساسيتي اندكس اللي هم اللي هم الحالات اللي احنا حكينا عنهم، بناء على هذول الادوات عملنا ليميت وصرنا نفصل بيناتهم. هسه اول شيء ال A1 A، ال A1 في العين A1 A و A1 B. طيب خلينا ناخذ معلومات عامه مثلا. هسه كل ما احنا ننزل من ال A1 لل A7 نسبه الفاينز عم بتزيد، نسبه الفاين عم بتزيد. فاينز عم نحكي اللي هو حنصير نحكي عن اللي هو بتم فيهم الليكويد ليميت بلاسس ليميت بلاسس اندكس. هسه بال A1 هي حتكون از الكورسر فيهم، كل ما احنا ننزل الاسفل حتصير از الفاين. طيب هسه ال A1 الوصف تبعها rudimentary stone fragments of gravel or with without binders مثل like this one، هاي الصويل stone fragments، هاي عادة حيكون فيها 50% في جرافل less than 15 or 10% من نمبر 200. تذكروا نمبر 200 احنا في الصنع الاش تو سبيسيفيكيشن حكينا في عندنا نمبر 10 صح، الفاصل ما بين الكورس والساند، ونمبر 200 ما بين الساند والسلتكلي ولا لا. طيب فكانه بيحكي لك اقل من 15% باسنج نمبر 200، يعني كانه اقل من 15% من العينه تبعتنا لهم حجم اقل من 200، فكانهم 85% لهم حجم ايش ماله اكبر من 200. تخيلتوا هذا الرقم شو معناته؟ طيب هسه لو حكيت لك عينه ثانيه 65% باسنج نمبر 200 شو معناته هاي؟ نفهم المعنى انه 65% من هاي السويل لهم حجم اصغر من هذا. وضحت وضح الرقم هذا ليش؟ طيب هاي الاي 1 اي. هسه الاي 1 بي اجين كل ما احنا نمشي لتحت السماحيه للفاين حيزيد، نسمح لهم يكون فيها فاين اكثر. فالاي 1 بي حيكون فيها هي تقريبا كورس ساند اقل من 25% منها حيكون اقل من 200. يعني اجين لو حكينا هاي عينه السويل تبعتنا في الاولى خلينا نحكي عن 15% اللي فيه ناعم ماكسيمم، الثاني لا نسمح لهم يكون فيه اكثر، فبالتالي فاينز اكثر. اجين هسه البيهيفير تبع السويل حيعتمد على هذول المجموعتين اللي هم الكورس والفاين، كل ما بيسيطر اكثر والكميته اكثر حيسيطر اكثر فيهم. يعني تخيل المجموعه عندك روكفيل فيها شويه تراب ناعم حتاثر؟ لا. طب زادوا التراب هذا يصير كافي فيهم وهيك. يعني لو نرجع لهي الصوره ها هاي هذول الاثنين كفتين على اليسار يمين روب وسكلي، هذول في شويه فاينز حيأثروا على اداء هاي التربه كامله؟ لا. بس تخيلوا هاي 10%، طب لو زادت ال 25 عم يصيروا يزيدوا اكثر، لصارت ل 80% او صارت لايك ذس 100%، هاي شو مالها؟ باسنج ايش؟ النمبر 200 كلها ولا لا؟ فبالتالي الفايز هون عم بيسيطر على الاداء تبع السويل، هون تاثيره اقل. فبالتالي لما نحكي الجروف من A1 لما ننتقل لل A7 كمان نسمح للفايند بتزيد اكثر. ال A1 اوكي هسه ال A1B هي عباره عن كور ساند، ال A3 اتس ا فاين ساند بيش ريزلتنج بيرسون، ولكن فيها اتس ا فاين ساند برضه نفس الشيء. ال A4 هسه حكينا A1 A3 نطينا رحنا على ال A4، A2 نسيناها. ال A4 هي عبارة عن سيلتي سويل، السيلتي سويل تتذكر شو كان لها البلاستيك اندكس؟ عالي ولا واطي؟ 4/10 صح؟ بس أقل من الكلي ولا لا؟ طيب هاي السيلتي سويل هاز هاي بيرسنتج من باسنج نمبر 200 أجين، وهذا ليكويد ليميت أقل من 40.
الاي 5 اتس سيلتي سويل زي الاي 4 بس ايش مال الليكويد ليميت لها؟ اعلى. طب ما بين اي 4 واي 5 مين الاحسن؟ اي 4. ليش؟ طيب اجين اذا الصوره مش واضحه بس لما نصل للتيبل حتفهموا شو هذه بالتفصيل. هسه الاي 6 عم نحكي عن مجموعه الان برضو احنا قاعدين نسمح بالسيفز اكثر فصارت الان كميه الفاينز كبيره كثير. الاي 6 البي اي لها عالي اكبر من 10 وال10 شو حكينا حد الفاصل ما بين السلت والكلي فكل ما بيزيد البلاستيسيتي اندكس كان نحكي عن الفاينز هذول عم بيكونوا ناعمين عم يكون فيهم كلي اكثر. فالاي 6 اتس بي اي اكبر من 10 اللي كل ليميت اقل من 40 والاي 7 هي نفسها ولكن الليكويد ليميت حيكون اعلى. طيب خليكم من هون حرجع لهم هذول خلينا بس اوكي. طيب خلينا نرجع لهذول التيبلز خلينا نفهمهم كيف صنفهم بعدين نرجع للسكريبشن مره ثانيه. هسه يا شباب الادوات كالتالي استخدمنا سيب اناليسز واستخدمنا اتربل. هسه سيب اناليسز السيفز اللي احنا استخدمناهم هم ثلاث نمبر 10 40 و200. 10 كان يفصل لنا ما بين الكورس او الجرابل ويل والساد صح؟ ونمبر 200 كان يفصل لنا ما بين جرانيولر الساند والسلت كلي. ونمبر 40 شو كان يفصل؟ كورس ساند وفاين ساند. واضح؟ حاولوا نرجع للسكيل متخيلينها؟ نرجع للسكيل اللي واضحه. طيب الان السويل اللي عندي هاي مبدئيا بدي اعرف كانه بدنا نعرف هاي العينه السويل موجوده معك هل هي جرابل ولا ساند ولا سيلت ولا كلي اعتمادا على الاشو كلاسيفيكيشن اللي احنا عارفينه. هذا هسه هون لو حكينا هاي السويل لين اللي متر حيصل بيناتهم صح؟ طيب لو حكينا اذا كانت اقل من 10% هون الباسل شو حتكون السويل تبعتنا؟ جرابل. هسه هون احنا عرفنا الستاندر حيعرفين الليمس حتتفصل بيناتهم بس بدل جرابل وساند وسلت كلي حسين نطلع لهم از كلاسيفيكيشن للسويل كلاسيفيكيشن اللي هم الاي 1 اي 2 اي 4 اي 6. هسه اذا تطلع هون العيلتين الكبار هيهم هي واحد العينة الجرانيولر واثنين سلت كلي الفاصل بيناتهم حكينا نمبر 200 ما فرقتش فكون اذا كانت الباسة على نمبر 200 اقل من 35% حنحكي انت في عائله الجرانيولر واذا كان اكبر سلت. هسه عائله الجرانيولر اللي هم A1 A3 وال A2 السلت كلي اللي هم ال A4 لعند ال A7 فبالتالي لما نحكي هسه نحكي A4 نحكي عن سلت كلي سويل مبدئيا لحد الان لما احكي عن A5 نحكي عن سلت كلي A2 جرانولر. طيب ايش معناته الجرانولر؟ يعني انه هاي التربه اقل من 35% منها الى حجم اصغر من نمبر. يعني الفكره الان هذا الفاينز شو كميته كبيره ولا قليل؟ هذا اللي بنفصل بيناتهم. يعني هون احنا بنحاول نفرق بيناتهم هل هذا الكميه الفاين كثير ولا قليلة؟ إذا كانت كثيرة لابد إن أنا إيش؟ أحدد الأداء تبعهم، هل الليكويد ليميت بالاسيستي اندكس. طيب. الآن لو نطلع هون هاي نمبر 200 إذا بتلاحظ هذا الرقم هون كلهم 36 مينيموم، شو يعني؟ إنه هاي الأنواع المينيموم باسنج لهم 36 فما دون الانواع اللي هون حيكونوا اقل من 35. هسه هذا جرانيولا هو في جرافل في كور ساند وفي ايش؟ فاين ساند. هسه هذا اللي نصنفهم هون نحكي عن الجرافل كور جرافل كور ساند فاين ساند. جرافل اي 1 اكبر احجام اي 1 بي كور ساند اي 3 نحكي عن الفاين ساند. الثلاثه هذول جرانيولا الفرق بيناتهم حطينا ليميتس على الاذر سيفز يعني
ما بين الفاينل كور سان، شوف صنفنا، شوف رقنا بناتهم على نمبر 40. هاي نمبر 40 طلعوا لي هون، هاي ايش 50 ماكسيم، هاي 51 اجين. شو يعني 51 مينيمم؟ انه خلينا 51% فما اعلى اصغر من هذا الحجم، صح؟ هذا 50% اصغر من هذا الحجم، فبالتالي هذا الحجم حبيباته ايش ماله؟ اكبر. This is a coarse sand, this is fine sand. وهذا اصغر من الجرابل. وضحت؟ جرانولر. طب الجرانولر عندنا ثلاث انواع حكينا، جرابل، coarse sand، fine sand. وضحت هون؟ ها؟ اي سؤال لحد هون؟ هسه الـ A2 هي كانها مرحلة انتقالية بينات هذول الاثنين، فهي شير ما بين العيلتين الكبار، عشان هيك راح ناخذها آخر شيء. فبالتالي إذا بتطلع هون آخر إشي على الديسكريبشن تبعهم، this is fine sand, this is stone أو coarse sand, this is اللي هو الجرافل اللي فيها حجم حبيبات أكبر إشي. أي سؤال لحد هون؟ ها نصفاً قبل ما ننهي. أي سؤال؟ الآن من هاي